الطاسين جايز مثلا وطن جيجن خطا ضام قران وكيسي تحس اشاع الطاسين جايز مثلا خميد خسدي الجاج الجاج بغير الله سبحانه وتعالى يعني قا احق ثمزي ذا احق سيدي رسول الله احق الكعبه احق ثمونيتا احق المكله ينشا هذا مار منيا لا ينبغي وثيق بربي سبحانه وتعالى مار منيا للشرك والعياذ بالله تحس منا غير قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والعياذ بالله والحديث في رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني يعني من حلف بغيره ومن غير جد بغير الله يوضد الكفر نغي يوضد الشرك والعياذ بالله ولهذا أحباب الكرام خصنا غنص حجد والنغني من وجدشا بغير الله سبحانه وتعالى تحسمني قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت الله أكبر يقرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي سبحانه وتعالى ينهانا باش نجج سبب ثنغ نقسي مثلا غطش نقول قال الشغل اللي ما الشغل بابا يعني جج اسمنا هذا لا ينبغي قال فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال شو نقسنا للجج هذه الجج صلى الله سبحانه وتعالى نغذي سقا عاود كذلك اتصل اخوان من مي جاي ججا والله 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 الى روحك والله الى عقبك والله الى تصغ والله الى الشيخ هذا لا ينبغي يعني الانسان خمي خسر يجج هذه جج خيج نحاش تستهج باش خاص تجج هذه جج سبي الله نيخص والله نيخص الله ولهذا احباب الكرام الله يجزيكم بخير وجج مشى بغير الله سبحانه وتعالى ما راهو بمشي يجي الجوج بغير الله سبحانه وتعالى يخسديني يا ناس لا اله الا الله والحديث قال عنه قال عليه الصلاة والسلام من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقول لا إله إلا الله يعني من زنغين النبي صلى الله عليه وسلم مرشن يجج بغير الله سبحانه وتعالى يجج ذي نحق تمزيذة أحق سيدي رسول الله أحق ثغيميتة أحق ثمونيتة أحق المكلاية لا ينبغي سوى قابو مانا مرشن يجي الناس يخسسين وثقابو مانايا ألسين إني لا إله إلا الله وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فلا بد أن نتناصح بيننا وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.